تحايا كبرى لكم جميعا، وبمناسبة هذه الأيام الطيبة أيام العيد أنقل لكم تهاني، وأتمنى أن تكون أيامكم كلها أعياد. وهذه الحلقة من برنامج رئيس التحرير في الواقع تتماشى وتتماهى مع مناسبة العيد، عيد الفطر المبارك، لأن هناك كثير من الأخبار الإيجابية بدأت تخرج في مختلف أنحاء العالم حول هذه الغمة، هذا الوباء الذي تعايشنا معه، ولكن بطبيعة الحال قلب حياتنا كلها رأسا على عقب. ونتمنى أن نكون الآن نسير في اتجاه الخروج من الأيام الصعبة التي مر بها العالم ككل، وأيضا الخروج من إطار حالة الطوارئ والحجر الصحي. سأبدأ هذه الأخبار بخبر كنت قد أشرت إليه في حلقة سابقة، وهو يتعلق بدواء يستعمل كوقاية، أي لقاح ضد هذا الفيروس. وكان هذا الدواء قد تم لأول مرة يجرب في البشر. عادة الأدوية عندما تخرج للمرة الأولى كما تعرف يعرف كثيرون أنها تكون تجرب في بعض الحيوانات، ولكن هذا تم تجربه في البشر، وهو الدواء الذي أطلقته جامعة أكسفورد في لندن نتيجة أبحاث علمية بطبيعة الحال، لأنها هي ليست فقط جامعة، هي مركز بحثي من أكبر المراكز البحثية والعلمية في العالم. أطلقت هذا اللقاح وتم تلقيح 10,000 شخص به حتى يعرفوا النتائج. ما هو الجديد؟ الجديد أنه هناك ثلاث شركات للدواء كما ذكر، شركات كبرى طلبت إقامة مرج، يعني مجموعة مع أكسفورد. وعادة الشركات الكبرى عندما تطلب أن تصبح جزء من مجموعة في مركز بحث علمي أو ما إلى ذلك، هذا يعني أنها تثق في النتائج وأن هناك مصداقية كبيرة وهناك نجاعة في الحقيقة للدواء. فهذه الشركات الثلاث أعلنت بأنها أنشأت مجموعة جروب ضخم من أجل إنتاج هذا اللقاح، الذي يقال بأنه سيكون جاهزا في شهر سبتمبر المقبل، وهذا وضع طبيعي لأن نحن نعرف بأن كورونا هي مجموعة فيروسات تاجية، منها معظمها هي عبارة عن إنفلونزا، وبالتالي هذا COVID-19 هو واحد من هذه الفيروسات من هذه العائلة المزعجة الضارة. فبما أنها هذه العائلة هي عائلة فيروسية وفي عائلة لها علاقة كلها لها علاقة بأمراض الأنفلونزا، لا يمكن معرفة نجاعة التلقيح إلا مع بداية فصل الشتاء، لأن الأنفلونزا أساساً مرض ينتشر في الشتاء، ولذلك ربما هذا يفسر أنهم لماذا اختاروا على وجه التحديد سبتمبر من أجل تعميم هذا اللقاح الذي أعلنوا سلفاً بأنه سيباع لكل دول العالم بسعر التكلفة، وهذه مسألة في غاية الأهمية. الخبر الثاني في الحقيقة من كاليفورنيا. عند هناك أيضا مركز بحث في كاليفورنيا راهن على أنه توجد في جسم الإنسان أجسام مضادة لهذا الفيروس، وبالتالي لا تسمح له أولا بالوصول إلى أي خلية من الخلايا البشرية في الجسم الإنساني. الأمر الثاني تقوم بطرده من الجسم. الجديد وقد اطلعت على تقرير للتو أن الـ FDA هي المؤسسة التي تجيز كل الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية، أجازت هذا البحث
وأجازت هذه المسألة في وجود أجسام مضادة أو جسم مضاد. طبعا كيف سيعمل هذا الجسم؟ هل سيتم تنشيطه؟ هل سيعطى أدوية حتى يكون أكثر أكتف، أكثر نشاطا أو شيء؟ هذا موضوع يعني لا أدري شخصيا كيف ستكون الأمر، لأن هذا أمر من اختصاص العلماء ومن اختصاص الأطباء، هم الذين سيعرفون ذلك. ولكن الذي يهم هو أنه إقرار الـ FDA بأن هذا العمل، أقرت هذا الدواء الذي يؤدي إلى تنشيط هذه الأجسام المضادة لهذا الفيروس. خبر آخر من الأهمية بمكان، وهو أن رئيس مختبر علمي يقال بأنه من أهم المختبرات في فرنسا في مارسي، أعلن بأنه لن تكون هناك موجة جديدة من فيروس كورونا. يعني وهذا هذا يناقض كثير من التقارير المتشائمة، وأنا دائما أقول بأنه هذا هذه الجائحة بالفعل خلقت هذا النوع من التشويش. هناك بدأت الكثير من الجهات تميل إلى التقارير المتشائمة نظرا لسبب نفسي قبل كل شيء، لأن طالما أن هناك إصابات يوميا بالآلاف، طالما أن هناك وفيات، فالأقرب إلى استيعاب العقل الجمعي للناس هو أنه الأمور تبدو متشائمة. ولكن عودة لهذا التقرير الذي أيضا يعني من نشر في ميديكال ماجازين، في الحقيقة تحظى بمصداقية كبيرة جدا، أن لن توجد موجة أخرى من هذا الفيروس. إضافة إلى ذلك، وهذه من المسائل المهمة جدا، أن الفيروس نفسه بدأ يضعف بشكل كبير جدا، والضعف في أحد أسبابه هي حرارة الصيف، هذه متفق عليها. يعني لا أحد يقول بأنه وضعف هذا الفيروس يقلل أولا من قدراته في أن يدخل إلى الجسم البشري، وفي نفس الوقت بطبيعة الحال يعيش لفترة قصيرة جدا على الأسطح، على الملابس، على ما كل الأماكن التي سبق وقيل بأنها تعتبر من التي يعيش فيها هذا الفيروس، من بيئة تشكل البيئة الملائمة لعيش هذا الفيروس، وفي نفس الوقت تقل شراسته كفيروس. هذا مسألة في غاية الأهمية. المهم أن هذا المركز في مارسي يقول بأنه لن تكون هناك موجة ثانية، إضافة إلى ذلك يقول بأنه فيروس كورونا قد ضعف كثيرا. بقى خبر من اليابان. اليابان أعلنت رسميا بأنها ستستعمل الدواء الذي كان قد قيل بأن ربما له تداعيات جانبية سايد افكت، وهو الدواء الذي يستعمل أساسا لعلاج حمى الملاريا. اليابان أعلنت بأنها اعتمدت هذا الدواء، وأنه أثبت أيضا نجاعة وأثبت فاعلية في علاج المرضى الذين أصيبوا بهذا الداء أو بهذا الدواء. هناك أخبار أيضا يمكن، على الرغم من أنها لا علاقة لها بموضوع اللقاح أو موضوع الدواء أو موضوع التطورات التي يعرفها الفيروس، ولكن لها أهمية كبرى. يعني على سبيل المثال أنه في بداية يونيو، الأسبوع الأول من يونيو، إيطاليا قررت أن تفتح الحدود بما في ذلك حتى الطيران. ونحن نعرف بأن إيطاليا هي ولكن مؤكد بأن الدولة الثانية التي تضررت من هذه الجائحة، وكان مستوى الإصابات مرتفع جدا والوفيات أيضا مرتفع جدا في إيطاليا. هذا الإجراء فتح الحدود وعودة النشاط الاقتصادي والتجاري
يدل على أنه هذه دول لا يمكن أن تتخذ قرارات عشوائية، لا يمكن أن تتخذ قرارات ارتجالية أو بدون دراسة، يدل على أنه تم التحكم في الوضع. وهذا التعبير على وجه التحديد هو الذي بدأنا نسمعه كثيرا في أوروبا وفي أمريكا وفي أمريكا اللاتينية وفي آسيا، أنه تم التحكم في الوضع. بمعنى آخر يعني أصبح هذا الداء أو هذا الوباء مثله مثل أي وباء آخر عاشت تعايش معه العالم في عدد من المناطق. يعني على سبيل الناس، على سبيل المثال، الناس نست حمى إيبولا، ربما نست الكوليرا، نست أن الملاريا موجودة خاصة في الدول الأفريقية وموجودة بكثرة، نست عدد من الأوبئة التي تم التعايش معها، بحيث أنها لم تعد، يعني عندما يقال بأن تم التحكم معنى ذلك على مستويين، اللقاح والدواء، هذا ما يعنيه التحكم في الأوبئة. إضافة إلى ذلك، الآن الاتجاه وهو ما دل عليه هذا الوباء هو الاستثمار الضخم في مجال الأبحاث وفي مجال أهم شيء المنظومة الصحية في كل الدول. يعني أنت لا يمكن أن تستثمر في منظومة صحية في بلدك وفي نفس الوقت العالم مفتوح. فبالتالي أصبح هناك توجه الآن، وهذه من الأشياء الإيجابية جدا، دعم المنظومة الصحية حتى في الدول التي يعني لم يصلها الوباء بالكيفية التي وصل فيها أو انتشر فيها في أوروبا وفي آسيا وفي أمريكا، ولكن خشيت من بسبب ضعف المنظومة الصحية أن تكون هي بؤرة في المستقبل لنشر هذا النوع من الأوبئة وهذا الوباء على وجه التحديد. لذلك الآن هناك هذا التوجه، وهذه من المسائل الإيجابية جدا، لأنه الفقر يصل إلى الأغنياء، ولكن الغنى ليس بالضرورة أن يصل إلى الفقراء. هذه هي المعادلة، وأعتقد بأنه هذه أيضا من الإيجابيات. مجددا أتمنى لكم عيدا مباركا سعيد، وأتمنى أن نسمع مزيد من الأخبار المبهجة المفرحة خلال هذه الأيام.